اطار ديناميه اللي كتعيشها ولاد فرج والتحول في التسيير ديالها، ارتئينا ان ياخذ القطاع الرياضي نصيبه من هذا التطور اللي كتشهده ولاد فرج. كانت في الاول فكره فتيه تداولناها مع بعض الاخوان والمهتمين بالشان الرياضي الفرجي. انا بالنسبه لي هذا نجاح للدوري لانه استقطب حوالي 36 فريق من فئه الكبار و16 فريق ديال البراعم، والنجاح الاكبر هو لانه استطعنا لاننا نستقطبوا فرق خارج مركز ولاد فرج من جماعات مجاوره، سيدي علي، خميس متوح، بير ببوش، القواسم، الشعيبات، وكذلك من مدينه الجديده اللي كيشرفونا فيها جوج ديال الفرق. غادي تشاهدوا ربما الا بقيتوا معنا الاطوار ديال الفريق ديال الو الجديده اللي غادي من مورا هذه المباراه ان شاء الله بحول الله. انا كنوجه النداء ديالي للجماهير الدكاليه بصفه عامه والجماهير الفرجيه بصفه خاصه على انها تحج للميدان لارضيه الميدان الملعب الجماعي بولاد فرج وتستمتع بهاد الوليدات اللي هما اليوم كيمتعونا بمستويات عاليه. كنتمنى على انه يحالفهم الحظ على انهم يشقوا الطريق ديالهم ويكون هاد الدوري هذا ان شاء الله هو دوري خير وبركه على الشباب وعلى المواهب الفرجيه اللي ما استطعتش منذ سنوات فين تبرز المواهب ديالها. وكنشكر باقي المهتمين والسند اللي كان لنا سواء من اللجنه الاعلاميه سواء من الاخوان اللي شرفونا اليوم من منابر اعلاميه مختلفه. الشكر موصول كذلك لسي محمد تاج على هذه البادره، وانا كنعتبر هذا الشيء في حد ذاته هو نجاح. ونتمنى نستمتعوا جميعا باطوار هذا الدوري، وكندعوكم من اليوم على اننا ان شاء الله غتبدا التحضيرات لحفل الختام اللي نتمنى وان شاء الله يكون في المستوى ويروق الجميع. الحمد لله في التحضيرات الاوليه لهذا الدوري اقترحت للاخوان على اننا نشكلوا لجان، توفقنا فيها، درنا واحد اللجنه تنظيميه ولجنه تقنيه ولجنه اعلاميه، تمكنت في خلال ظرف وجيز على انها تخلق لنا واحد الموقع على مستوى فيسبوك. الموقع اسمه دوري ولاد فرج. كنتمنى من الاخوان والجماهير الفرجيه لانها تشاهد الاطوار ديال اللقاءات لانه كتنتقل كنديروا لايف والبرمجه ديال الدوري، وكذلك كتكون بعض التصريحات. وشكرا من هذا المنبر للجميع الحاضرين وتحيه رياديه لجميع الجماهير الفرجيه والدكاليه. اخويا اول عام تنسو في هذا الدوري داز منظم من جهه حكيم واللجنه اللي كاينه هنايا في الطاقم ديال التيران ديال حد ولاد فرج. الدوري راه ديز على ما يرى الدراري كلشي واقف، لا السلطه لا حتى شي حاجه، حنا السلطه بيدينا. انا بعدا مشيت للطاليان كاين شي 11 عام وزيد 7 17 رجعت الروح لولاد فرج، ردونا الذكريات بكري. كنا كنلعبوا حي سيدي مسعود، نجيبوا معزه ونجيبوا هادي وكذا، فهمتي ولا لا؟ والحمد لله. اسم ديالي عبد العزيز، كنسكن لحد ولاد فرج، ولاني يعني حتى حنا كتضربنا النفس على البلاد، بغينا البلاد بغينا تزيد تقدم تزيد لقدام، وبغينا البلاد تزيد. انا مكان حتى حنا كون نسبه لها التيران هو بغينا يدار فيه بعدا غير كازو، بعدا على الاقل كازو وعشب صناعي، بعدا فين يتحفز الدراري فين يوصلوا. يعني عندنا التيران زوين، ولكن الحمد لله التيران خاصو شويه الدعم وخاصو اللي يدعموه وخاصو باش يوصل. وكنتمنوا حنا علاش كضربنا النفس على هذه البلاد، حنت حنا ساكنين في هذه البلاد كضربنا، بغينا البلاد تقدم تزيد لقدام. حتى معني كنمشيو شي بلاصه كتلقى كاع المغرب كاع اي مدينه مشيتي لها كتلقى تطورت زادت لقدام، الا هذا الحد عندنا باقي مازالش لقدام. حنا كضربنا النفس، بغينا الحد تكون فيه شي حاجه اللي زوينه وتحفل حتى الجماهير، تحفل الدول الناس، يعني باش ضربهم النفس
على البلاد عندنا. اشترك الآن في قناة أشواق تيفي وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. أشواق تيفي، جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.